في مظهر من مظاهر التطبيع والمروق على ما تعرف عليه الليبيون من مواقف واضحة تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العادلة، فقد أكد وزير خارجية الكيان الصهيوني إلي كوهين في بيان رسمي لقاءه بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في روما واصفا اللقاء بالتاريخي. فهل سقطت حكومة الوحدة الوطنية في فخ التطبيع من أجل البقاء على كرسي الحكم؟ وهل بات السعي للحفاظ على الكرسي يبيح لصاحبه أن يخطو هذا النوع من الخطوات غير المعبرة عن طموح وتوجه الشعب الليبي؟ تواصل منقوش مع الكيان سبقه موقف عبر عنه وزير خارجية حكومة حماد حالياً عبد الهادي الحويج، إذ قال فيما مضى وقبل سنوات إنهم يأملون التطبيع مع الكيان الصهيوني وإقامة ما يعتبرونها علاقات طبيعية. كل هذه النقاط وأكثر نناقشها في حوارية الليلة مع ضيوفنا عبر سكايب من روما، المستشار السياسي الأسبق للمجلس على الدولة سيد أشرف الشح سينضم إلينا أيضا، عبر سكايب من واشنطن أستاذ تسوية الصراعات الدولية السيد محمد الشرقاوي، معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة الكاتب والصحفي السيد عبد الله الكبير. أهلا بكما ضيفي الكريمين. وقبل أن نبدأ النقاش أذكركم مشاهدينا بأبرز ردود الفعل حتى اللحظة التي جاءت عقب الإعلان عن وجود تواصل بين خارجية الكيان الصهيوني وخارجية الوحدة المتمثلة في الوزيرين. آخر هذه الردود جاءت من قبل الأعلى للدولة، إذ أعلن رفضه اللقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها إلي كوهين. الأعلى للدولة يطالب بوقف القائمين على اللقاء عن ممارسة عملهم واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم بشكل عاجل. كما يقول الأعلى للدولة أن القضية الفلسطينية هي الأمة التي توحد كل الأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم وستظل كذلك. أما المجلس الرئاسي يطالب دبيبة بتوضيح ما ورد من أنباء لقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي سرا في روما. هذه جاءت وفق تصريح الناطقة باسمهم نجوى هيبة، تقول هيبة للأحرار: ما ورد لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعد خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. الرئاسي وعلى لسان هيبة يقول بل ويطالب دبيبة أيضا باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة بالخصوص في حال حدوث اللقاء. إضافة إلى هذه البيانات، هناك بيانات أخرى لأحزاب سياسية تندد بالاتصال الذي جرى. زد عليه مشاهدينا الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن والمناطق حول اتصال المنقوش بكوهين، ولديهم مطالب مختلفة المحتجين على اختلاف المناطق والمدن. أذهب لضيوفي الآن سيد الكبير والسيد الشرقاوي، كما سينضم إلينا السيد الشح لاحقا في سياق الحوارية. يبدو أنه ينضم الآن سيد الشح. أجاد ترحب بكم مشاهدينا وأيضا ضيوفي الكرام. قبل أن نأتي إلى ردود الفعل سيد الكبير وما نتج عن هذا الاتصال الذي جرى بين المنقوش وكوهين، دعني أسألك حول الدلالة التوقيت، الدلالة الزمنية لأن يحدث هذا الاتصال بين المنقوش ووزير خارجية الكيان الصهيوني في هذا التوقيت. نعم، تحية طيبة لك أستاذ نبيل ولضيفيك وللسادة المشاهدين والمتابعين. أهلا بك. أعتقد أن اللقاء له ما بين أسبوع وأسبوعين، أي أنه ليس لقاء جديدا، يعني لم يحدث اليوم أو بالأمس، وإنما هو لقاء قديم ورفعت عنه السرية، هكذا حسب البيان الذي صدر من وزارة الخارجية رفعت عنه السرية. وهذا اللقاء تم بوساطة من وزير الخارجية الإيطالي. حتى الآن لم توضح الحكومة دوافع هذا اللقاء والسبب الذي يدفعها إلى لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية مع الوزير الإسرائيلي وزير العدو الصهيوني.
تفسيري طبعا، تفسيري الخاص هو أن هناك صدى أستاذ نبيل مزعج. هذا الصدى سيحاول الزملاء إصلاح هذا الخلل، لكن مسألة قبل أن نأتي إلى التفسيرات، إن كانت لما لم تصدر عن حكومة الوحدة الوطنية حتى اللحظة الداعي من اللقاء سنأتي لمناقشته، لكن عندما سألتك عن مسألة الدلالة الزمنية، دلالة التوقيت الزمني من عمر الأزمة، لماذا تواصلت المنقوش في هذا التوقيت برغم تشهد الحالة الليبية من انقسامات، حالة عدم توافق، ما غايتها من ذلك؟ في ثواني قبل أن أنتقل إلى السيد الشرقاوي. أنا تفسيري هو أن الضغوطات المتزايدة على حكومة الوحدة الوطنية والموقف الدولي الغامض نسبيا من بقائها واستمرارها حتى إجراء الانتخابات ربما هو الذي دفع وزيرة الخارجية سواء بإعاز من رئيس الحكومة أو بمبادرة فردية أو بتشجيع إيطالي أن اللقاء مع وزير خارجية الكيان الصهيوني سيجعل أمريكا وربما دول أخرى مؤثرة في المشهد الدولي تقف وتساند استمرار الحكومة وعدم تغييرها حتى إجراء الانتخابات. أنا أعتقد أن الحكومة هاجسها الحالي هو الاستمرار والبقاء في السلطة، وبالتالي ليس هناك في اعتقادي أي تفسير آخر لاتخاذ هذه الخطوة غير المحسوبة طبعا، لأن ردود الفعل التي نراها الآن يعني قد تدفع بالأمور إلى عكس ما تريده وزيرة الخارجية أو حكومة الوحدة الوطنية. سيد الشرقاوي، لماذا في كل مرة عندما يحدث تواصل بين بعض الحكومات العربية والكيان الصهيوني يأتي الإعلان في كل مرة من قبل الكيان؟ هل هناك غاية بعينها؟ هل هو عرف إسرائيلي في كل مرة؟ كيف يمكن تفسيره؟ سؤالك يحيلنا إلى أهمية السياق، وسألت قبل قليل عن التوقيت. لا شك أن حكومة نتنياهو والتي تعاني الأمرين بسبب العزلة السياسية التي تتبناها مجموعة من الدول حتى الغربية، والرئيس بايدن أيضا ينتقد سياسات نتنياهو في أكثر من سياق. إذن كلما وجد نتنياهو نفسه في مأزق سياسي إلا ويفتح نافذة التطبيع، وأراها أنها تتسق تماما مع ما كان مع الإمارات وما كان مع السودان وما كان مع المغرب. الآن ينبغي أن نكتفي بتحليل الوقائع ولا أن نسقط إسقاطات من عنديتنا. الآن لا شك أن هناك وساطة جدية من قبل إيطاليا في استضافة هذا اللقاء، ولا شك أن نتنياهو يريد التطبيع بالأمس وليس اليوم، لكن لا يمكن الجزم أننا وصلنا إلى مرحلة التطبيع الفعلي ما لم يصدر بيان واضح من وزارة الخارجية الليبية. وأترقب أن هناك بيان ربما قد يظهر يقول أن السيدة المنقوش اتجهت إلى روما للاستماع لمعرفة رأي، وليس هذا التزام، بمعنى لا يمكن قياس الموقف الليبي بالموقف الإسرائيلي، فبالتالي نحن لسنا في مرحلة إنهاء المفاوضات وعزم أو عقد العزم على التوقيع. من ناحية أخرى السياق مهم أيضا، يبدو أن نتنياهو ومن هم يساعدونه في قطار التطبيع دائما يغتنم الفرص الاستراتيجية. الآن إذا ربطنا هذا السياق مع موقف الأمم المتحدة، المبعوث الدولي باتيلي قال إنه الآن حان الوقت للمضي قدما إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية مع بقاء حكومة الدبيبة. يبدو أن تل أبيب تريد أن تستغل هذه المرحلة التمهيدية، بمعنى أن تجر رجل ليبيا إلى اتفاق معين، سميه تطبيع سميه أي شيء تريد، على أساس أنه ما بعد الانتخابات أي حكومة جديدة ستجد نفسها ملزمة. لما الاستعجال؟ هذا السؤال. إن كان نتنياهو يحاول تغيير صورته نظير حتى الاحتجاجات التي يعانيها هناك، وبالتالي لما استعجل في أو حكومته استعجلت في الإعلان بشكل سريع رغم أنه هناك اتصال مبدئي، لا حديث عن توافق لا حديث عن تطبيع، وكأنها لأن نتنياهو دائما يعمد في وجه الحكومات العربية إلى مسألتين، مسألة التلويح بالدعم
وهذا الدعم ليس إسرائيليا فحسب، بل أيضا دعم ما يسمى باللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وفي العواصم الغربية، فهو بالتالي يستثمر في نوع من الانتهازية. بمعنى آخر أن حكومة دبيبة الآن هي بين الملزلتين، قد تفشل وقد تنجح في الانتخابات المقبلة، فيقول لها إننا نستطيع أن نساعدك على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية وحتى الإعلامية. إذن هو يستثمر في فرصة ينتهزها، لعل وعسى أن طرابلس تقبل الآن بالمضي قدما معه في هذه الخطوة، بمعنى أنه يكبر حجم فوائد ومكاسب التطبيع على النخبة السياسية الحالية على أساس أنها ستبقى ما قبل وما بعد الانتخابات. وهذا دائما هناك تعويل على، يعني في حالة دول أخرى نجد أن ما وعد به نتنياهو غير الحالة الليبية لم يترجم إلى واقع، بل ظل سرابا سياسيا واستراتيجيا. وحتى عبارة أن نتنياهو أو أن الدعم الأمريكي يأتي عبر بوابة أو جسر تل أبيب، هذه أكذوبة عفى عنها الزمن. بما أنك تتحدث عن مسألة محاولات نتنياهو الاستفادة من هذا اللقاء وحكومته، تقول الخارجية في بيان عاجل، أن اسمح لي سيد الشرقاوي أنت والسيد أشرف الشح وبقية الضيوف، فقط في هذه النقطة تحديدا ثم سأنتقل لبقية النقاط التي جاءت في البيان. تقول الخارجية إنها تنفي الوزارة جملة وتفصيلة ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية محاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب مجرد التفكير في عقد مثل هكذا اللقاءات. تقول الخارجية أنه ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس. هناك نقطة أخرى أيضا جاءت في بيان الخارجية، أن بيانات الإدانة والرفض المتكررة الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي رافضة للاستيطان الإسرائيلي، الاعتداءات المتكررة عن المخيمات الفلسطينية، المسجد الأقصى، هو تعبير واضح عن موقف دولة ليبيا والوزير الثابت من هذه القضايا، وعبرت عنه الخارجية. أيضا تجدد وزارة الخارجية رفضها التام والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤكد أيضا هناك نقاط أخرى جاءت في البيان. يبدو هناك أيضا عاجل آخر، مصدر حكومي للأحرار يقول إنه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة يوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ويحيلها للتحقيق. إذن مصدر حكومي يؤكد للأحرار بأن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ويحيلها للتحقيق. إذن سيد الشح، أمام كل هذه التطورات، ردود الفعل المتوالية بمسألة الحديث عن هذا اللقاء، بيان الخارجية الذي تقول المنقوش أنه كان لقاء عارض لم يتم التنسيق له مسبقا، كان مع وزير الخارجية الإيطالي، زد عليه موقف دبيبة الآن، إذ نقل لنا مصدر حكومي كما سمعت وسمع المشاهدين بأنه أوقف المنقوش عن العمل وأحال للتحقيق، ما قراءتك لكل ذلك؟ هل هو من يعبر عن التضحية بالمنقوش في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أنا بيل والسادة الضيوف والسادة المشاهدين. قبل ما تقرأ أنت البيان كنت أقرأه ولم أتمكن من السماع السادة الضيوف. نعم. والحقيقة كما توقعت، المراهقة السياسية وصلت إلى مداها، والتبريرات أصبحت سمجة ولا يقبلها حتى الأطفال. أم تقول في البيان أن والله كان اللقاء عارض أثناء لقاء بوزير الخارجية الإيطالي؟ شني كان الخارجية الإيطالي عامزين في قهوة وانت اختمت عليهم بشكل عارض ولا تلاقيته في الممر؟ كلام لا ما يقبلاش منطق الحقيقة. ما لقاءات لوزراء خارجية وأي مسؤولين حتى في مستويات أدنى لا تتم إلا بتنسيق، سواء كانت سرية أو علنية، ولكن تقولي والله لقاء عارض وشددنا فيه والكلام الفاضي، هذا كلام
المفروض أن من كتب هذا البيان يحال التحقيق، مش المنقوش بس، حتى من كتب بيان التبرير، لأنه استهزاء واستهتار وضحك على العقول وغير مقبول. كان أشرف لكم أنكم تقولوا والله التقينا فعلا، وهذا اللقاء يأتي في إطار السباق السياسي وسباق التنازلات بيننا وبين حفتر من اللي يقعد في المشهد السياسي، وإحنا عندنا قناعة بحكم أننا مراهقين سياسيين، عندنا قناعة أن ما يثبت في الحكم هو أمريكا وإسرائيل، والشعب الليبي هذا مجرد ضحوكة نضحك عليه كلنا شرقا وجنوبا. قولوا الكلام واضح هيك يكون والله أشرف لكم، ولكن تقول لي والله لقاء عارض وشددنا فيه على القضية والفلسطينية وعلى المبادئ، هذه متازرة رخيصة لا يقبلها أحد ولا يمكن أن يستمع إليها وأن يضاع الوقت في قراءتها. أما فيما يتعلق بتصرف عبد الحميد الدبيبة كما توقعت بالضبط، عبد الحميد الدبيبة للأسف يثبت كل يوم أنه لا يستطيع تحمل المسؤولية، أنه ينهار في أبسط المواقف. كان آخرها ما حصل في طرابلس عندما ترك قائد عسكري كان مسافرا معه على الطائرة، تركه يختطف وذهب ليكمل حفلته، ومن ثم ضاع أثناؤها حوالي 50 أو 60 روح ليبية بسبب هذا التصرف الغير مسؤول. اليوم يثبت عدم المسؤولية مرة أخرى. نعرف كلنا أن المنقوش لا تتحرك إلا بأوامر عبد الحميد وابن أخته إبراهيم الدبيب، والكل يعلمها سواء من يتابع في المشهد السياسي أو من هو خارجه. لا تستطيع المنقوش أن تلتقي حتى ببواب عمارة بدون علم هذين الاثنين. اليوم أنك أنت تضحي بها أو تحرقها في سبيل البقاء في السلطة، هذه انتهازية غير مقبولة حقيقة. وهذا دليل آخر على انعدام المواقف الرجولية في أثناء الأزمات، أن الشخص لا يتحمل مسؤولية تصرفاته، أن من يقوم بفعل المفترض أنه مسؤول وأنه يتحمل تبعاته وأنه يقف ويبرر أو يحاجج من ينتقده، مش يهرب من المسؤولية ويلبسها الغيرة سواء كانت المنقوش أو غير المنقوش. وكأنك يا سيد أشرف تذهب في اتجاه وكأن كان يجب على الدبيبة أن يقول أنه ما جرى يعبر عنهم، يقولها صراحة، يبرر ذلك. لا لا لا، يطلع يقول مبررات هذا التصرف. نحن كلنا نعلم زي ما تفضل الأستاذ عبد الله الكبير أن السباق المحموم الآن بين جماعة شرق حفتر وجماعة دبيبة هو السباق على البقاء، على الاستمرار في هذا النفوذ. وصلوا إلى درجة أنهم بيتقاسموا حتى الفلوس عن طريق اللجنة المالية في سبيل البقاء، وليذهب هذا الشعب وانتخاباته إلى الجحيم. هذا كله بات أمرا معروفا للكل. ولكن أن تصل المتاجرة إلى 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 انعدام المبادئ وانعدام القيم وانعدام الرجولة في المواقف الحاسمة والمواقف الصارمة والمواقف التي تحتاج وقفة رجل، مش وقفة سياسي يتلاعب. أنا مع أن السياسة لها أساليبها وطرقها، ولكن فيها حد أدنى من الرجولة والشهامة. إن ضاعت لا يمكن أن نسمي من يتعاطى هذا الفعل بسياسي. وبالتالي لكن قبل أن نذهب إلى نقطة أخرى، ما مصلحة إيطاليا في أن ترعى مثل هكذا لقاء سيد الشح؟ لها دافع من وراء ذلك؟ شوف، إيطاليا أو أي دولة غربية تريد لعب دور في الملف الليبي بتنسيق لقاءات، بتنسيق سواء مع إسرائيل ولا مع شيطان، هذا مش موضوعهم هم. الفكرة في من يقبل، من يرضخ، من يقاد إلى 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 طاولات وإلى جلسات ليست له ولا مصلحة له فيها، ولا لشعبه، ولا لقضيته، ولا لاستقراره. الملام من يقبل. أما الغرب هذا يعرض عليه كل شيء. كان عرضوا علينا غدوة تشريع المثلية مثلا، هل نقبل؟ إذا عرضوا علينا أننا نقيم قوانين مخالف قيمنا وشريعتنا، هل نقبل؟ القصة فينا إحنا. العلاقة مع كل الدول تقوم على احترام القيم والمبادئ والخصوصية. أما أن والله
هذه الدولة دعت لي ولا مخابرات هذه الدولة رتبت لي وري نقبل، اللوم عليك أنت اللي قبلت وعليك أنت اللي تقاد بيسامحوني في التعبير بأطفال حولك ينصحوا فيك في نصائح ويقودوا فيك إلى المحصلة. في المحصلة تبدو الرواية التي قالتها الخارجية تبدو في نظرك غير متماسكة، أليس كذلك سيد أشرف؟ لا يمكن أن تكون متماسكة، لأن تقول لي ما تقوليش لقاء عرضي. لقاء عرضي ما يصيرش بين الوزراء الخارجية. غير مقنع سيد الكبير، يبدو في نظر السيد أشرف ما قالته الخارجية في بيانها بأنه غير مقنع، روايتها غير متماسكة، لا يمكن الحديث عن أنه هذا اللقاء لقاء عرضي. لكن دعني أسألك أيضا عن نقطة أخرى متعلقة بالخطوة التي اتخذها دبيبة، نقلها لنا مصدر حكومي بأنه أوقف المنقوش احتياطيا عن العمل حالها للتحقيق. في ذات النقطة، هل يود دبيبة أن يقول بأنه ما قامت به المنقوش تصرف فردي لا يعبر عن توجه الحكومة في التواصل مع الكيان الصهيوني؟ طبعا بالنسبة لمبررات وزارة الخارجية الليبية طبعا غير مقنعة على الإطلاق، يعني لا يمكن أن يتم لقاء بين وزيري الخارجية ولا بين أي مسؤولين على مستوى دولي دون تفاهم ودون اتفاق مسبق ودون ترتيبات مسبقة. هل اللقاء سري أم علني؟ هل سينشر على وسائل الإعلام؟ هل سيكون هناك بيان مشترك؟ هل سيكون هناك كل التفاصيل؟ هذه تراعى في اللقاءات بين المسؤولين على مستوى الدول، وبالتالي لا مجال لأن يكون عرضيا. في حالة ما قام، إذا وهذا طبعا افتراض مستحيل، ولكن إذا قام وزير الخارجية الإيطالي بإحراج الوزير الليبية بأن قدم لها الوزير الإسرائيلي عليها أن تغادر فورا. نحن نرى الكثير من المسؤولين يغادرون حتى جلسات الأمم المتحدة عندما لا يعترفون بالطرف الآخر ولا يريدون أن يستمعوا إليه، يغادرون قاعة الأمم المتحدة، يغادرون القاعات ولا يستمعون للطرف الآخر لأنهم لا يريدون أن يلتقوا معه ولا يصافحونه، حتى وإن اضطروا إلى اللقاء معه لا يصافحونه ولا يكون هناك حديث بينهما. وبالتالي مبررات وزارة الخارجية هي عذر أقبح من ذنب. أقل ما نقبله طبعا من السيد رئيس الحكومة هو إيقاف الوزيرة وإحالتها للتحقيق. ارتكبت جرم كبير بلقائها بالمسؤول الإسرائيلي، خالفت قوانين ليبية صادرة من زمن المملكة من عام 1957 تجرم التطبيع مع إسرائيل، وبالتالي أقل ما نطلبه من أو أقل ما يمكن أن يقوم به رئيس الحكومة هو إحالتها للتحقيق وتوقيفها عن العمل. ولكن هذا السؤال مهم، لكن لدي سؤال آخر أيضا. تتصرف وزيرة الخارجية هذه النقطة أيضا، هذا ما كنت أود أن أسألك إياه سيد عبد الله، وأتمنى أن يكون لديك تقدير لموقف الدبيبة في هذه الحالة. هل بمقدور المنقوش الإقدام على مثل هكذا خطوات، التواصل مع الكيان الصهيوني بمعزل دون مشورة مع الحكومة؟ وكأن دبيبة ينظر إلى خطأ أو إلى بيانه الآن أو إلى خطوته هذه وكأنه يحاول تبرئة الذات كما يقال، لأنه ما قامت به المنقوش لا يعبر عني، هل هو كذلك؟ لا 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 لا, لا أعتقد أبدا أن الوزيرة تصرفت من تلقاء نفسها وأنها اجتهدت والتقت بوزير الخارجية وزير خارجية الكيان الصهيوني دون علم ودون ربما حتى توجيه من رئيس الحكومة، وإلا لا يكون رئيس حكومة. كيف رئيس حكومة ووزيرة الخارجية تلتقي بوزير دولة الكيان الصهيوني، دولة العدو التاريخي للأمة العربية، تلتقي باجتهاد شخصي منها؟ هذا لا يمكن أن يبرر. وبالتالي أنا تقديري واعتقادي بل وقناعتي أن هذا اللقاء تم بترتيب بين رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية ووزير الخارجية الإيطالي مع الوزير الصهيوني. إيطاليا رحبت لأن هذه الخطوة ترى فيها دعم لحكومة دبيبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي رغم يعني وجاهت ما تفضل به الضيف السيد الشرقاوي حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والتي تواجه مصاعب داخلية، لكن التطبيع مع الدول العربية تشجع عليه أمريكا وبقوة، وهي الآن إدارة بايدن تسعى إلى التطبيع بين السعودية وبين الكيان الصهيوني. إدارة ترامب قدمت للمغرب إغراء كبير وهو الاعتراف بالصحراء
الصحراء المغربية أو قضية الصحراء، نعم، الاعتراف بأن الصحراء مغربية مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني، نعم، ضغطت على السودان نرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي أمريكا تشجع وترى إيطاليا أن تثبيت حكومة دبيبة بعد أن أبرمت معها هذه الاتفاقيات حول الغاز وحول مختلف المصالح المشتركة، هذه الخطوة ستعزز من بقاء حكومة دبيبة ومن الدعم الأمريكي لها. نعم. أذهب لأرحب بضيفي سيد إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب، أهلا بك معنا سيد الدرسي. نظرتك لما جرى أن هذا الاتصال يحصل بين المنقوش ووزيرة الخارجية الكيان الصهيوني، كيف تنظر إليه أنت كعضو مجلس النواب، ونظرتك أيضا للخطوة التي أقدم عليها دبيبة بإيقاف المنقوش احتياطيا عن العمل وإحالتها للتحقيق، كيف بدأ لك الأمر؟ مساء سعيد أستاذ نبيل، أشكرك على استضافتي والتحية موصولة لضيوفك الكرام وكل متابعي برنامجك وقناتك في الوطن الليبي. طبعا أنا أستاذ نبيل، أول شيء نحن نعرف أن قضية فلسطين قضية مقدسة لدى الشعب الليبي، وأن شوارعنا وأبنيتنا وأولادنا وكل حياتنا كلها يعني بأسماء المدن والمجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين. أنا قد أخالف ضيوفك الكرام في نظرتي لما حدث بين السيدة المنقوش وما صدر منها. أنا أعتقد الأمر لا يخلو من اثنين حسب رأيي. الأمر الأول أن السيدة المنقوش جرت لهذا الموقف شرا، يعني نوع من المكيدة. نعلم جميعا أن هنالك يعني خصام كبير الفترة الماضية ما بين السيدة المنقوش وزيرة الخارجية وسيد رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية المتحدة الولاية السيد عبد الحميد الدبيبة، وأنا أعتقد أن هنالك نوع من الضوء الأخضر تحت الطاولة جاء من الدبيبة للمنقوش للخراب في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك الدبيبة كان يقول احنا خابي الحبل وخرج اليوم في هذا التصريح وينكر علمه أو صلته وحكومته بما جرى ما بين السيد المنقوش وما بين وزير الخارجية الإيطالي ووزير خارجية الكيان الصهيوني. وكما صرح السيد الكبير ضيفك الآن قبل قليل وقال إن المستحيل أن وزير الخارجية تتصرف في أمر بالغ الأهمية والحساسية مثل هذا الأمر، واللي دبيبة يعلم جيدا أن حكومته ستنهار من داخل طرابلس، بل من داخل حكومته حتى وزراء لن يرضى أهلنا في طرابلس ولا حتى ما نسميه بالميليشيات بأن يكون هنالك علاقات وتواصل ما بين ليبيا كدولة سواء الحكومة في الشرق أو في الغرب أو أي كيان آخر مع الكيان الصهيوني. وبالتالي هو يعلم جيدا أن قاسمة الظهر لحكومته هي اعترافه بإسرائيل. هذا بغض النظر أن إحنا ما نشع حدود معهم ولا عندنا مشاكل ولا عندنا بينهم مياه فلنية والأخيري، يعني ما نشك في مصر والله مثلا نقوله الإمارات عندها مشكلة مع كما قال ضيفك يعني المغرب، أمريكا يعني وعدتها بالاعتراف بالصحراء الغربية والإمارات عندها مشاكل مع إيران تخاف من بغض النظر عن دوافع كل دولة ومبرراتها حتى تطبع، نعم، مع، نعم، هذا الكيان. أنتم في مجلس النواب، حتى أختم بها معك سيد الدرسي، أنتم في مجلس النواب هل لديكم مسعى إلى أن تسنوا بعض التشريعات والقوانين التي تحرم مسألة التواصل اللقاء بمسؤولين من الكيان الصهيوني، لأنه اتصال المنقوش ولقائها بالوزير الإسرائيلي لم يكن الأول، هناك أيضا تلميحات وتعبير عن آراء من قبل مسؤولين سابقين، الواحد منهم نتحدث عن الهادي الحويج قال قبل سنوات في عام 2019 عندما كان وزيرا لخارجية حكومة الثني آنذاك اليوم وزير في حكومة الحماد، يقول إنهم يأملون في أن ليبيا تطبع العلاقات مع إسرائيل وأن تكون لها علاقات طبيعية كما يصفها الحويج في تصريحاته. هل لديكم مسعى لتجريم مثل هكذا تصريحات مثل هكذا لقاءات في أقل من دقيقة لو تكرمت؟ سيد نبيل، القوانين موجودة والتجريم موجود ولا زلنا يعني هذه القوانين موجودة معي من النظام الملكي والنظام السابق. قد حدث انزلال القذافي مدز مجموعة وعدة حاجات في إسرائيل في الكيان الصهيوني، التجريم موجود ولكن نطالب مجلس النواب في جلسته القادمة بأن يجرم التواصل مع الكيان الإسرائيلي وأن من يقوم بذلك بتهمة الخيانة العظمى.
لذلك السيد الكريم الشيء الثاني ما يستمر فيه، وانا طبعا دائما اتابع في برنامجكم سواء كنت انت وزملائك الاخرين ونعتبر اثراء دائما للنقاش الليبي الهادف الوصول الى حلول او تفاهمات. الشيء الثاني قلت هنا ان الكل يعلم ان الدبيبة الان في موقف ضعيف جدا جدا. الدبيبة يريد القشة التي تتعلق بها الغريق، ولا انكر ان ولا لا استبعد ان يكون حتى مؤامره من خارج على حكومه الدبيبة، لان الساعي الان من بكيني او من دول متنفذه بعد ان تبين لهم ان حكومه الدبيبة ضعيفه وان نمر على ورق ولن تستطيع الصراف على الانتخابات ولا حتى تسيطر على الميليشيات التي تدعي ان تحت سلطتها. اعتقد ان هنالك ممكن يكون نوع من المتيجه لحكومه الدبيبة لحراجة امام الداخل بعد ان اصبحت في اضعف اوقاتها. نقول لك ان مجلس النواب مطالب بتجريم هذه الخطوه مرفوضه شعبويه، مرفوضة على مستوى الاجتماعي والشعبي، مرفوضة على مستوى الرسمي. ونقول لكن مهما كان مهما بلغ المسؤول في ليبيا قد يتجرأ على كل شيء إلا هذه الخطوة. أعتقد أن نجان مطروش جرت لهذا المستلقى وستدفع ثمن ذلك، وهو الآن كما نرى في كشفكم بإقالتها وتحويلها للتحقيق. شكرا جزيلا لك عضو مجلس النواب السيد إبراهيم مدرسي، كنت معنا عبر الهاتف من بنغازي، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيف الشرقاوي. سيد الشرقاوي، أيا كانت التبريرات التي تقدمها الحكومة الآن، سواء ما جاء على لسان وزيرة الخارجية في بيان الخارجية وما جاء على لسان الدبيبة والإجراءات أو الخطوات التي أقدم عليها بعد كل ما جرى، تعتقد بأن هذا الاتصال وهذا التواصل الذي جرى بين المنقوش وكوهين يمهد إلى شيء من التطبيع، وربما تلحق حكومة الوحدة وليبيا بركب التطبيع، دعنا نقول كما جرى مع دول عربية وما عرف حينها باتفاقات إبراهام التي قادها ترامب فيما مضى؟ أولا، حتى يكون هذا النقاش بيننا مثمرا ينبغي أن نتمسك بالوقائع، ويعني ولا ننساق إلى صلخ هذا الطرف أو ذاك. يعني هناك الآن نوع من ردة الفعل إزاء ما فعلته المنقوش، لكن هناك أيضا مصادر ذكرت أن خليفة حفتر أيضا زار إسرائيل في طائرة خاصة في الفترة الأخيرة سريا، فإذا هذا ليس أول اتصال. لكن حتى الآن كل ما لدينا رواية إعلامية إسرائيلية أن هناك اتفاق وجلسة بين إيلي كوهين ونجلاء المنقوش بوسط إيطاليا، وهناك أيضا في المقابل كما تفضلت هناك بيان وزارة الخارجية الليبية. هذا البيان يحتاج إلى بيان آخر. لماذا؟ لأن عبارة لقاء عارض أو عرضي هذا يعني أنها جاء من باب الصدفة. فهل نتحدث عن لقاء ثلاثي؟ وكيف دخلت نجلاء المنقوش إلى هذا الاتفاق؟ على أساس ماذا؟ هل هناك أجندة مشتركة بين الأطراف الثلاثة؟ أما إذا كان مؤتمر أو ندوة أو لقاء في مركز أبحاث أو زيارة، هذه ينبغي توضيحها للرأي العام الليبي والرأي العام العربي أيضا، بمعنى ما هي بالضبط الظرفية أو المسببات التي جمعت بين الأشخاص الثلاثة في روما. هذه نقطة أولية. نقطة ثانية، عندما يقدم السيد الدبيبة هذا التبرير بأنه يصلح الخطيئة، بمعنى أنه يحمل المنقوش كل اللعنة وهو البريء منها، أعتقد هذه ليست مسألة تعمل بها الحكومة. ما يفعله أو ما تفعله وزيرة الخارجية في أي حكومة هو من ضمن التوافقات، بمعنى هناك توجه سياسي في السياسة الخارجية والداخلية تنطلق منها السيد المنقوش بالتنسيق معه مع الدبيبة ومع غيره. إذا لا يمكن أن نحملها أو نعتبرها هي التي ينبغي صلخ جلدها بالكامل. أعتقد أن كما يقول الرئيس الأمريكي القديم، يعني the buck stops with me، أن على الدبيبة أن يتحمل المسؤولية سواء كان هناك انفتاح على التفاوض أو على التشاور مع إيلي كوهين أو لا، بمعنى هو رئيس الحكومة وهو الذي ينبغي أن يظهر بأنه، أما أن يرميها تحت الحافلة under the bus، يعني هذه مسألة. يعني النقطة الثالثة هي أنه حتى الآن ليس هناك مصدر لا إسرائيلي ولا إيطالي ولا حتى ليبي بما فيها وزارة الخارجية الليبي، لا أحد من هذه المصادر يعطينا
تقديرا بالضبط عما حصل أو عما تمخض عنه هذا الاجتماع، كان ثنائيا أو كان ثلاثيا. إذا نعم. أرجو فقط أن نترقب بعض المعطيات حتى يكون التحليل منطقيا. أنا أعلم أن هناك مشارب سياسية وهناك حداءات وهناك والآن يعني السياسة الليبية هي في معترك، في مرحلة حراك، الكل يريد أن يعجل بها إلى سفينة الإنقاذ، لكن سفينة الإنقاذ الحقيقية أننا أن نخفف التحامل على بعضنا البعض كليبيين ضد الليبيين، وأن نستوعب أن هناك أحيانا بعض الخطوات قد لا تكون صائبة، بمعنى أنه ينبغي نزع ما هو مفتعل أو ما هو متخيل في قراءة هذا اللقاء بين وزيري الخارجية الليبية والإيطالي والإسرائيل. وبالتالي سيد أشرف الشح، تعتقد بأنه مسألة الإحالة للتحقيق تراها كافية أم تتوقع بأنه الدبيبة يقيل نجلاء المنقوش ليستوعب هذا الغضب العارم الذي يعبر عنه الشارع مؤسسات وجهات مختلفة، وبالتالي قرار الإقالة قد يكون أقرب من أي وقت مضى، أو كما يصف ربما السيد الشرقاوي هو يرمي بنجلاء المنقوش تحت الحافلة كما يحلو له توصيف ذلك؟ لا، في البداية دعني أعلق على الحديث على ما تسرب اليوم وتبريره من قبل بيان من بيان وزارة الخارجية أو ما من قرار دبيبة بإيقاف المنقوش عن العمل. كل هذا نحن نتكلم عنه من منطلق مبدأ، من منطلق أداة سياسية يجب أن تحترم مبادئ وأولويات والأسس التي جاءت من أجلها، وليست من باب المناكفة السياسية والاستغلال السياسي الذي يحاول البعض أن يستغله الآن، زي بدار ضيفك الدرسي جماعة مجلس النواب عمي وشدد خانب، يحاولوا أن يلبسوا الآن دبيبة كل شيء ليتخلصوا منه ولكي يسهل عليهم ما يسعون إليه ومن من من تشكيل حكوماتهم الفاشلة المتكررة. هذا الحقيقة أمر غير مقبول، استغلال هذه الأحداث لتمرير برامج أخرى لن يمر على الليبيين ولن يحدث ولن يصلوا إلى مبتغاه. كنت نقرأ قبل شوية حتى في بيان صادر عن وزير خارجية حماد هذا الجديد شو اسمه هذه الحويج، هذه الحويج في 1 سبتمبر 2019 قال نتمنى أن نطبع مع إسرائيل، اليوم مداير بيان يستنكر فيه ما قامت به المنقوش. فهذا استغلال دنيء غير مقبول، لا يمكن الالتفات إليه ولا يمكن الاستماع إليه، ولكن هذا لا يعني أن نسكت على مثل هذه الفضيحة ومثل هذا التصرف السياسي الصبياني الذي يقوم به دبيبة الآن، بأنه يتبرأ ويجعل من المنقوش كبش فداء. هذا أمر غير مقبول، يجب أن تتحمل مسؤوليات، يجب أن تكون رجلا في مثل هذه المواقف. كما أسلفت، المنقوش لن تستطيع لقاء بواب عمارة من غير ابن دبيبة وابن أخته ومستشاره إبراهيم دبيبة، وأنا هنا أريد التركيز على الأسماء كي لأننا وصلنا حق الرد مكفول لكل من ذكر اسمه. بلغ السيل الزوبة ولا يمكن السكوت على التصرفات الطفولية من قبل الناس لا خبرة لهم ويتعاملون بالدولة وكأنهم يتعاملوا في بيوتهم. هذا أمر يجب أن يوقف ويجب أن لا يستمر، لأن من يمثل الليبيين هو من ينتخبه الليبيين، مش اللي يجي بالصدفة بصفقات وبشراء ذمم. هذا لا يقبل ولا يمكن السكوت عليه. إن اليوم المنقوش تمشي كبش فداء في 60 داهية، لكن لا تتحمل المسؤولية كرئيس حكومة ومن هو وراء كل هذه التصرفات وراء الكواليس، هذه تفتقر للشهامة ولمواقف الرجولية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. حتى وبالتالي أنا سؤالي كان متعلق بالإقالة، تراها قريبة سيد أشرف الشح، مسألة إقالة المنقوش قريبة من في قادم الأيام، أم هي سيبقى على مسألة الإيقاف الاحتياطي والإحالة للتحقيق؟ في ثواني فقط قبل أن أذكر بالعواجل بعدها.
لا هو 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 حتى لو أعدم المنقوش المسؤولية لابساته عبد الحميد، لا يستطيع الهروب منها ولا يستطيع إنكارها، وإن أنكرها فهو لا يقول الحقيقة. بالتالي أن يقيل المنقوش وأن كذا وأن والله هذه سحابة صيف وحتمر، لا أعتقد، خاصة بعد الموقف المخجل الذي قام به عندما ترك محمود حمزة في المطار وسافر يحضر في الحفل. أذكر بهذه الأخبار العاجلة والموقف الصادر عن مجلس النواب، ربما تتابعونها الآن أسفل الشاشة، تبعتموها قبل قليل. مجلس النواب يطالب المجلس الرئاسي بإقالة نجلاء المنقوش بوصفه مسؤولا عن السياسات الخارجية. مجلس النواب يقول أن لقاء المنقوش بوزير خارجية العدو الصهيوني انتهاك خطير وعمل يجرم القانون الليبي. مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق مع المنقوش بشأن لقائها مع وزير خارجية إسرائيل. أذهب مرة أخرى إلى ضيفي السيد عبد الله الكبير. مسألة أيا كانت مسألة الرواية التي تقدمها الآن الحكومة على أنه هذا اللقاء وما جرى لا يعبر عن الحكومة، ربما تود تقديم رواية بأن المنقوش هي من قامت بهذه الخطوة، إلى أين قد يصل الأمر بحكومة الوحدة بعد هذا السقوط، بعدما يعتبره البعض محاولة للتطبيع والجريمة السياسية كما يصفها كثير من النشطاء، وجهت مثل هكذا توصيفات تطلق ضد حكومة الوحدة، تراها صائبة أم هي في حالة نزاع سياسي لأكثر؟ رغم أنني لم أستمع إلى الجزء الأخير من سؤالك أستاذ نبيل، لكن طبعا لا مبررات لهذا اللقاء، ليست هناك أي مبررات مقنعة لهذا اللقاء. اللقاء مخالف للقانون الليبي، القانون الليبي يجرم أي علاقات مع الكيان الصهيوني، القانون صادر من عام 1957، يعني من زمن المملكة. رئيس الحكومة مسؤول باعتبار أن وزيرة الخارجية لا يمكن أن تقدم على هذه الخطوة دون علم رئيس الحكومة، لكن هذا ليس مبررا لإسقاط الحكومة والإتيان بحكومة جديدة، وإنما هو مبرر حقيقي للإسراع في إنجاز الانتخابات. ما حصل لا يرقى إلى مستوى التطبيع. التطبيع طبعا أن تكون هناك علاقات طبيعية وأن تتطور هذه العلاقات بتبادل سفارات، بتبادل تجاري، بتبادل ثقافي، طبعا لم نصل إلى هذا المستوى ولن نصل إليه بالتأكيد، لأن هذه الحكومة مؤقتة وجاءت عبر اتفاق سياسي. نحن الآن في مرحلة انتقالية، حتى لو تحدثنا عن دولة أخرى غير الكيان الصهيوني الذي قولا واحدا لن نقبل به ولن نقبل بالتطبيع معه، ونحن نعتبر أن فلسطين عربية وليست صهيونية، حتى مع دولة أخرى التطبيع وإقامة العلاقات الطبيعية مع أي دولة يستدعي حكومة مستقرة تستند إلى دستور. حتى وإن لم تستند إلى دستور، حتى وإن لم تكن منتخبة، لابد أن تمتلك شرعية، حتى وإن كانت شرعية القوة وفرضت نفسها بالقوة وأصبحت هي الحاكم المطلق لهذه البلاد، أو امتلكت شرعية تاريخية كعرش يملك الحكم عبر القرون كما هو الحال في المغرب. في هذه الحالة يمكن أن يكون هناك تطبيع وعلاقات مع أي دولة. أما في وضع مؤقت حتى مع دول لا تناصبنا العداء وليس بيننا وبينها صراع، فكل العلاقات ستكون مؤقتة ولا يمكن أن يبنى عليها أي تطبيع، ومن ثم هذه الخطوة مرفوضة. هي طبعا هي فقط بداية لنسج علاقة مع الكيان الصهيوني. وبالمناسبة ما يوقف المسؤولين والنخب العربية بشكل عام، ما يجعلهم يحجمون عن الهرولة إلى إسرائيل، هو الخوف من رد الفعل،
ورب ضارة نافعة. رد الفعل الذي نراه اليوم في ليبيا على المستوى الرسمي، اتفاق بين الجميع، المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب، المجلس الرئاسي، اتفاق بين كل الليبيين من شرق ليبيا إلى غربها، رغم الخلافات، رغم الفوضى، رغم سوء الأوضاع، لكن اتفاق واحد. هذا يرسل رسالة إلى كل النخب الليبية في الحاضر وفي المستقبل، وإلى كل النخب العربية، أن هذا خط أحمر. التطبيع مع الكيان الصهيوني، التنازل عن ثوابت الأمة، الاستخفاف بالنضال الفلسطيني والنضال العربي مرفوض رفضا واحدا. وبالتالي هذه رسالة ستكون لها قيمتها ولها أهميتها في مستقبل ليبيا بإذن الله. ولعل هذه الأزمة توحدنا وتؤكد حاجتنا بالفعل إلى الإسراع في إنهاء هذه المرحلة الانتقالية وإنجاز الدستور. وبالمناسبة وهذه نقطة مهمة جدا، وأتمنى أن تأخذ نصيبها من الحوار المجتمعي وعلى المستوى الشعبي، على المستوى النخبوي، على مستوى الأحزاب، لابد أن نضمن في دستورنا المقبل تجريم التطبيع. لابد أن تكون هناك مادة في الدستور تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني بموقف واحد عن طريق بالدستور. وبالتالي لا يظهر لنا أي حزب بأي حجج يطبع مع العدو الصهيوني، بل سيكون التنافس بين الأحزاب للوصول إلى السلطة في ليبيا هو الرفض المطلق لأي علاقات مع الكيان الصهيوني ما لم يحترم الحقوق الفلسطينية وينهي حالة الاحتلال. وبالتالي سيد الشرقاوي، تعتقد بأن الكيان الصهيوني سيواصل في مسألة البحث عن إمكانية التطبيع مع ليبيا؟ هي تمثل بالنسبة له منطقة مهمة أو بلد مهم حتى يفكر في التطبيع ونسج علاقات مع أي حكومة سواء كانت الحالية أم ربما حكومات قادمة؟ من الواضح أن نتنياهو بمثابة القط السياسي ذا سبعة أرواح، تموت الروح الأولى ويزرع روح أخرى. بمعنى آخر، نتنياهو يسعى إلى أن يدخل التاريخ في المنطقة على أنه الرجل الذي حور العواصم أو أغلب العواصم العربية، أمن الأربع دول، يعني الإمارات في الخليج، السودان في شرق أفريقيا، المغرب في الغرب الإسلامي أو منطقة شمال أفريقيا. إذن هو يسعى بكل السبل. وينبغي أيضا أن نقر أحيانا أن هناك صناعة الخطاب قبل صناعة الفعل، بمعنى أن الإعلام الإسرائيلي دائما ما يتحرك. واليوم كنت أطالع صحف مثل تايمز أوف جيروزلم وجيروزلم تايمز والهارتس، هناك استشراف، بمعنى هم يقدمون هذه الروايات ونحن لم نصل إلى تحديد ماذا حدث في روما بالتحديد، بمعنى هل اجتماع ثلاثي، هل اجتماع ثنائي، هل أجندة مسبقة أم عرضي كما قال بين مزدوجتين البيان الخارجية. إذن الإعلام الإسرائيلي يبشر ويدفع باتجاه، ولا شك أن أيضا هناك بعض النخب في العالم العربي وقل قليلا من الليبيين ممن يعتقدون أنهم إذا احتموا بإسرائيل وبنتنياهو في هذه المرحلة هذا استثمار استراتيجي سيساعدهم على البقاء في السلطة أو إلى الوصول إلى السلطة. فإذن لا يمكن أن نختزل الخلاف الآن في قضية العلاقة الجيدة أو السلبية بين رئيس الوزراء الدبيبة ووزيرة الخارجية المنقوش. بكل المقاييس الليبية من الشرق والغرب وحتى على مستوى الشتات الليبي في الخارج، كلكم مجمعون أن هذه مسألة خط أحمر. إذن ينبغي، وهذه هي الخطوة المنطقية التي يتعين على السيد الدبيبة أن يقوم بها، أن يدعو الصحفيين إلى مؤتمر صحفي غدا بعد غد يقدم حصيلة النقاش والسجال ويفصل بين الرواية وبين الواقع، بمعنى أن لكن يا سيد الشرقاوي، تعتقد بأن هذه الحكومة يمكن أن تلتفت لمثل هكذا أصوات؟ كثير من الدول العربية التي طبعت مع الكيان الصهيوني، لو نزلت إلى الشارع ورصدت آراء شعبها قد لا يبدو راضي عن ما أقدمت عليه الحكومة، وبالتالي يستمر في مساعيه نحو نسج علاقات أكثر مع هذا الكيان الصهيوني. وبالتالي الأصوات الرافضة في ليبيا الآن تدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات انسحاب، إلى التراجع أكثر للوراء في اعتقادك؟ في ثواني آخر.
هي رب ضارة نافعة. وأنا أذهب أبعد مما تفضلت به، المسألة ليست فقط معارضة الشارع العربي لمسلسل التطبيع، أن حتى الدول التي طبعت، ونحن الآن بعد 30 شهر من التطبيع، يصعب على هذه الحكومات المطبعة أن تقدم جردا أو إحصاء أو قائمة بالمكاسب التي لوحت بها قبل 3 سنوات تقريبا. بمعنى أن حتى فلسفة التطبيع تعجز الآن عن تقديم أي جديد لهذه الحكومات. فإذا كان السيد الدبيبة أو أي شخصية سياسية في ليبيا تعتقد أو تتخيل أن التطبيع قد يساعد، قد يكون كمن يكسب على المستوى القصير ويخطر على المستوى البعيد. لماذا؟ لأن نتنياهو وحزب الليكود دائما يقدمون الوعود ويقدمون الفسيفساء غير الواقعية. فإذا المسألة محسومة من الأساس. الآن على السيد الدبيبه، وأقولها مرة أخرى، عليه أن يحسم أين هو يقف من كل هذا السجال غير المحسوم، وإلا ستحسب عليه أنه انفتح على فكرة التطبيع مع إسرائيل. أذهب لأرحب بضيفي قبل أن أذهب للسيد أشرف الشرح. أعذرني سيد أشرف، ينضم إلينا الآن عضو المجلس الأعلى للدولة سيد صالح جعودة. أهلا بك معنا سيد جعودة. ما موقفك وأنت عضو للأعلى للدولة بما نقل عن وجود لقاء جمع المنقوش بكوهين وزير خارجية الكيان الصهيوني، وزد عليه سيد جعودة موقف الدبيبة الذي أوقف المنقوش احتياطيا عن العمل وأحالها للتحقيق؟ هل كل ذلك كافيا بالنسبة لكم؟ أحييكم وأحيي قناتكم ومشاهديكم الكرام. والله يعجز اللسان عن وصف هذا العمل، لأن تاريخ ليبيا سواء عهد الملك السنوسي رحمه الله أو عهد العقيد القذافي أو ثورة فبراير، لم يكن يخطر ببال ليبي أو ليبية بأن توصل الجرأة بكائن من كان، أن حتى في التفكير في أن يلتقي مسؤول إسرائيلي. ولكن لعن الله السلطة وما عبيها. ما ذهب إليه حكومة دبيبة الليلة السيد عبد الحميد هو موقف لن يذكره له التاريخ، على الأقل وبلغة مؤدبة لن يذكره له بغير إلى جانب مواقف أخرى، لأن هذا المواقف جاء إلى جانب إنها خيانة إلى الله ورسوله وخيانة لهذه الأمة، فهي خيانة لنضال الليبيين. الحقيقة إنها خيانة لليبيا ولنضال الليبيين من أيام استعمار الإيطالي حتى يومنا هذا. ما يزيد من الغبن هو أن يقول أن يأمر السيد عبد الحميد بيبة وزيرة العدل وزير الحكم المحلي حقه مع السيدة نجلاء المنقوش. هذا استخفاف بعقول الليبيين والليبيات. تعالي من تضحك سبحان الله العظيم، شنو تعقيق سندوتة إقالة وتحولها للنائب العام؟ هذا شغل التعقيق عند النائب العام، لأن عندنا قانون، القانون 62 لسنة 57 يجرم ويعرم اللقاء بمسؤولين الكيان الصهيوني وعقوبته من 3 سنين إلى 9 سنين سجن. اليوم أنا نشدت عبر قناة أخرى موقرة مثل قناتكم على المجلس الرئاسي إيقاف السيد عبد الحميد دبيبة والتحقيق يجري مع عبد الحميد دبيبة، ولكن نجلاء المنقوش تعال لمكتب النائب العام. ما فيش هذا كلام، ما فيش بصارة. هذا مش معركة بين كتائب في الفرناج ندز نفس نحلهن، وإلا ما وإلا الزاوية زعلانة من طرابلس، ولا طرابلس زعلانة من مصراتة. يعني تاريخ أمة. نعم يعني سيد جعودة، ترى سيد جعودة بأنه ما أقدمت عليه المنقوش ليس موقفا منفردا من قبلها، إنما يعبر عن الحكومة. لديك هذه القناعة وهذا التقدير حاضر في ذهنك الآن؟ لا لا لا, لا أبدا أبدا. يعني حتى وهي خصمي الآن، ولكن الحق أو لن يتبع، لا يمكن أبدا.
ولو حصل، لأن في ليبيا يصير كل شيء، ولو فرضا في المنام اعتقدنا أنها صحيح، فيجب عليه أن الآن يقدم استقالته، لأن رئيس حكومة ما يقدرش يضبط وزيرة خارجيته وتتصرف بروحها وتقابل وزير، وهذا مش وزير خارجية الجزائر ولا مصر ولا تونس وإلا دولة متزعلين إحنا وياها، هذا وزير من حكومة الليكود اللي عيالنا في فلسطين قاعدين كل يوم يقتلوا فيهم بدم بارد، عيشاننا قاعدة تنحرق، يعني نقول عيشاننا فعلا، عيشان أهل فلسطين، عيشاننا في ليبيا. كيف سبحان الله، شكرا. هو أصبحنا بلغت بنا لهذه الدرجة الاستخفاف بالشعب الليبي وبتاريخ الشعب الليبي وبنضال الشعب الليبي إلى هذه الدرجة. شكرا جزيلا لك. السيد عبد الحميد دبيبة مسؤول مسؤولية كاملة عن ما قامت به وزيرة خارجيته، وأنا أكرر وأطالب المجلس الرئاسي إيقاف السيد عبد الحميد بيبة وإحالته للتحقيق، وإيقاف السيد عبد الحميد بيبة وإقالة السيدة نجاة المنقوش وإحالتها للنائب العام، وعلى السيد النائب العام تطبيق القانون 62 لسنة 57، حيث أنه لم يلغه أي عهد من العهود التي مرت على ليبيا. شكرا جزيلا لك. عضو المجلس الأعلى للدولة سيد صالح الجعودة، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس. سيد أشرف الشح، بهذه الخطوة التي أقدمت عليها المنقوش، شكل المبررات التي قدمتها في بيانها حتى توضح واللي تقول ما جرى، تعتقد بأنه هذه الخطوة تقصر من عمر حكومة الوحدة الوطنية في هذا التوقيت أكثر من أي وقت مضى، رغم أنها تواجه في أكثر من مرة عواصف التغيير بأساليب وتكتيكات مختلفة كما يوصفها بعض المراقبين والمحللين؟ لا، هو بغض النظر عن تقصير ولا تطويل عمر حكومة ولا مصير من ارتكب هذا الفعل، يعني بنناقش التعامل مع مثل هذه الأفعال. طريقة التعامل الحقيقة هي ما يحزنني وما يغضبني في نفس الوقت، أن اليوم عبد الحميد الدبيبة يصدر قرار بعد 7 ساعات خروج الخبر وسكوت الحكومة ومراقبة ردات الفعل والمظاهرات في عدة مناطق وانتقاد كل الطبقة السياسية، أن يخرج بقرار ويعلن إيقافها عن العمل، هذا وكأنه يقول للليبيين ويقول للمتابعين أنني والله هي التقت بي من 2 أو 3 أسابيع مضت حسب الأخبار، وأني ما علمتش به إلا تو منكم أنتو. هذا استهتار واستهزاء ومحاولة للهروب للأمام، ولا يتسق والمواقف الرجولية كما أسلفت. بالتالي هذا معناه أنه يريد الهروب من المسؤولية ولا يريد أن يتعامل كسياسي محترم مع الرأي العام الليبي ومع الطبقة السياسية، ويكون حجة أو رأي يمكن أن يحاجج به كالأطراف الأخرى. هذا ناهيك على أن التعامل مع إسرائيل بالنسبة لحكومة مؤقتة وحكومة غير منتخبة هذا أمر غير مبرر، ولكن عندما ترتكب فعل المفترض أن مستشاريك اللي أشاروا عليك بمثل هذه التصرفات أنهم يكملوا استشارتهم، يقولوا لك في حالة انكشف هذا الأمر وسرّه الإسرائيليين كعادتهم لأنهم يستغلوا مثل هذه الأخبار، عندنا مبررات مقنعة من الناحية السياسية ومن الناحية المنطقية يمكن أن نحاجج بها، ولكن أنك أنت تطلع بقرار إيقاف هذا دليل إفلاس، ويجب أن تكون رجلاً وتتحمل مسؤولية هذا الإفلاس وهذه التصرفات الغير مسؤولة، وأن تقوم بما يجب القيام به. أنا ما بيش نقول انتهاء حكومة وتقصير وتطويل العمر، ولكن المفترض أنك أنت تحترم الناس اللي أمامك وتقوم بالإجراء الذي يجب أن يقوم به احترام في مثل هذه. شكرا لك المستشار السياسي والأسبق للمجلس على الدولة السيد أشرف الشح، كنت معنا عبر سكايب من روما، كما أشكر ضيفي عبر سكايب من واشنطن أستاذ تسوية الصراعات الدولية السيد محمد الشرقاوي.
وشكر موصول لضيفي أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتها الكاتب والصحفي السيد عبد الله الكبير. نشكركم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة. دمتم بالخير.